Hi, and welcome back to today's episode of Learn Arabic with Transit Station by Yalla Arabi. Don't forget that we translate all of these episodes. You can find them on our website, yallaarabi.com. Today's episode is about the life of the Lebanese poet Khalil Rukuz. He started Zajel performances, which are a form of recited poetry, at just 17 years old, and continued to become one of the most successful poets of the early 20th century. In these Zajel recitations, he dealt with his personal pain and problems of society such as chaos, corruption, and the degeneration of politics. خليل روكز هو شاعر زجل لبناني ولد بوادي الليمون قضاء جزين بشهر كانون الأول عام 1922 وكان لقبه أبو روكز. خليل روكز أغنى الزجل اللبناني بالكتابة والارتجال وارتقى بالمنبر الزجلي لذروة الكمال. كان للشاعر خليل فضل كبير بتطوير المناظرات الشعرية بنقلة من صعيد العنتريات لصعيد الحوار الفكري البناء، وتناول بشعره مختلف المواضيع وحكى عن أغلب المشاكل اللي عاناها الإنسان بزمانه. ولا شك أنه قدر بموهبته الفذة واتساع اطلاعه أنه يعالج كتير من المسائل الاجتماعية المهمة وقدم حلول مناسبة إلى عند أبو روكز أكثر من 4 دواوين بالعناوين التالية: حرمان، ابن الحرمان، هند وجميل، ودموع الطير. وهالدواوين بتحمل أفكار جديدة ومعطيات فريدة اللي عادة بتبقى منتشرة بالأدب الشعبي. القارئ لدواوينه رح يلاحظ صدق كلامنا بسهولة. عانى الشاعر مشاكل مجتمعه وانوجع كتير لما شاف الفوضى والفساد منتشر بشكل واسع بالمجتمع، وهالشي حرضه على دراسة أوضاع زمانه وعن البحث بكل اهتمام وموضوعية عن مكمن العلة. ما اكتفى الشاعر بالشرح والتفصيل والكتابة حول الموضوع، تعدى هالشي للبحث عن حلول وتحديد المسؤوليات، وشاف إنها بتتوزع بين فساد الطبيعة البشرية والتربية السيئة وانحطاط السياسي. شعر أبو روكز من بداية نشأته إنه ابن الحرمان، كان محب للخير بحكم نقاء طبيعته ونظافة قلبه وبراءة طفولته، بس اصطدم بقسوة الحياة وظلم الإنسان واستغلاله للي حواليه. فوعي وانتبه لفساد الطبيعة البشرية وأنانيتهم، وشافهم بيشبهوا السمك يلي القوي بياكل ضعيف والغني بيفترس الفقير، وشاف بالدياب وداعة ورحمة ما لقاها بالإنسان، وقال بوحدة من قصائده: تشرب عرق ع قصبة الخروف وبتخاف ع غنماتك من الديب. برأيه إنه الشر بالإنسان طبيعة متأصلي فيه، ومظهر الخير والعدالة والمساواة وأوجه العبادات المختلفة هي مجرد أقنعة خادعة بيستتر فيها البشر ليحجبوا شر أفعالهم عن عيون الناس. بس بقي متفائل وما سيطر اليأس عليه، وظل مؤمن بإمكانية الإصلاح من خلال وضع حدود توقف فساد الطبيعة البشرية عند حد معين وتلجم نزوات الإنسان وميوله عن طريق التركيز على التربية اللي بتقدر تجهز الأجيال إعداد اجتماعي
لائق. نظر أبو روكوز لواقع التربية فلاقى أنه ما بيزبط ومش مؤهل ليخرج الناس من الضلال، وشاف أنه التقليد مسيطر على العقول، وشعر بالألم نتيجة تردي الأوضاع التربوية بالبيت وبالمدرسة، ولاحظ أنه كتير من الأهل تخلوا عن واجباتهم وقطعوا الروابط اللي بتوصلن بولادهم، مستبدلين عاطفة الأمومة بعاطفة المعلبات. وقال بوحدة من قصايده: والطفل اللي بيربى ع حليب البودرة بعكس اللي بيربى ع حليب العاطفي. التربية والتنشئة الصحيحة مسؤولية الأهل كاملة، وبتشارك المدرسة بتحمل المسؤولية معهم. بس مناهج المدرسة فشلت بتأمين الثقافة والتعليم والإعداد الصالح، فأغلب المواد بتسيء لأخلاق الأجيال الصاعدة، وأغلب المدارس بتنمي بالشباب حب التفرقة وعم تشوه عقولهم بمعلومات مغلوطة. بيثور أبو روكوز على جميع هالأساليب وبيطالب بإعادة النظر بالتربية من خلال وضع مناهج جديدة ترتقي وتحاكي تطلعات عصرنا. تنبهت وزارة التربية لهالملاحظات مؤخراً وتبنت مصادفة لمعظم الشيء اللي نادى فيه شاعرنا بمناسبات عديدة، وقال: يا مخصصين للتربية وعلم الأولاد وعم تسهروا تتفيقوا الجيل الجديد، لا توقفوا بموكب حضارة على حياد ونرجع لعصر الجاهلية والعبيد، وهالطالب الطالب علم عن اعتقاد من شعر بو النواس شو رح يستفيد؟ إلا روايح خمر وعيوب وفساد وعربدي وسهرات هارون الرشيد. وبتابع شاعر وبيقول: وبالعلم لوع العقل تلقوا الاعتماد، ما كنت كلمة آخ مرة سمعتها من بنت عأيامكم متعلمة. ما نسي الشاعر يتطرق بهالمجال لأهمية تربية المرأة لأنها عنصر فاعل بالمجتمع، وتعليمها ضروري كتير حتى تقدر من مساعدة الرجل بأعباء التنشئة وإرشاد الأولاد. بس كتير صعب إصلاح التربية إذا ما حكينا عن إصلاح السياسي، وأساليب السياسيين للأسف ما عاش أبو روكوز فترة طويلة. دخل المشفى ليعمل عملية جراحية وتوفى على أثره عن عمر ناهز 40 عام بتاريخ 27/11/1962. وهيك بكون طوى صفحة مضيئة أو استثنائية بتاريخ الزجل اللبناني، وفجع لبنان بوفاته ورثاه الشعراء والصحف والمجلات المحلية.